قدم عرض قوي خلال هذه المواجهة أمام منتخب كبير هو المنتخب البرازيلي. البرازيل وصلت 21 مرة لكأس العالم، فازت بخمسة ألقاب لكأس العالم 58 و62 كذلك 70 أمام المنتخب الإيطالي، 94 كذلك أمام منتخب إيطاليا، و2002 أمام منتخب ألمانيا. سجلت المشاركة بكوبا أمريكا، فوز 9 ديال الألقاب وأربعة ألقاب على مستوى كأس القارات 97 2005 2009 و2013. كما قلت بأن النسخة الأخيرة لكأس العالم بقطر المنتخب البرازيلي على مستوى دور المجموعات حقق نتائج إيجابية، فوز أمام صربيا 0 أمام سويسرا 1-0، وكانت هزيمة أمام المنتخب الكاميروني في آخر جولة على بالنسبة لدور المجموعات 1-0. الجمهور النهائي فوز أمام كوريا الجنوبية 4-0. أولاحي يحاول يمرر التمريرة كان اللقاء، تبعد المحاولة، حكيم سيس رفع الكرة، فرصة وتدخل الدفاع إبعاد الكرة. لاحظوا منذ البداية للدور النصف النهائي مشات كرة ليوسف عنصيري، هناك خطا بالفعل. حكيم زياج كيرفع الكره، فرصه وفال، فرصه تمريره، زياج تسديد وتدخل، وفينيسيوس كره خطيره تدخل داخل منطقه الجزاء والتغطيه ترجع كره بشكل ممتاز. حكيم زياش عند سفيان بوفال محاوله مباراه الغلط، لاحظوا العوده ديال لوكاس استغلال المتشابك بحقه في التنظيم في الوقت تبع المحاوله. اشرف حكيم جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي، كره مشت فوق المرمى، ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي سنتابعها. واوروبا في الوقت تبع هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه منتخب البرازيل، تدخل وسير جوفال يمكن ان يمر عند يوسف نصيري، لكن بالرياض لاعب فريق برشلونه في الوقت بعد المحاوله ديال المنتخب البرازيلي الجديد بدا المغربي. او يوسف نصيري، فرصه مرات جانبا، فرصه الهدف مرات جانب الوسط، نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكره الاخيره، تمريره ممتازه لنصير مزراوي، خدع الكره بالصدر كما سنتابع. لاحظوا كذلك ازدواج لعب صور ادوار خطيره ولكن ابعاد الكره ياسين بونو الى اشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي. في الوقت هناك وضعيه تسلل، اذا هناك وضعيه تسلل، هناك وضعيه تسلل في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين البرازيليين انه ينتظروا. فرصة أو بوفال، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال، يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة، حكم كيمنع خطأ أو تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفز الآن عند لاعبين المنتخب البرازيلي، الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصة خطيرة وشخص نصيري تمريرة، فرصة حكيم زياش، فرصة الهدف، حكيم زياش كان بإمكانه يضع الكرة في الشباك، لعبات بطريقة ممتازة. لاحظوا ردة فعل ديال وليد الكراكي وحاك داخل منطقة الجزاء، تسديدة، تدخل الدفاع، حكيم زياش وإخراج الكرة بشكل ممتاز، إخراج الكرة أمام إكس وفينيسيوس جونيور، كانت خطيرة هذه التسديدة مشات فوق المرمى. فينيسيوس جونيور يسدد مدخل الفرحة اللي يقول كل المغاربة، لعبات الكرة، كرة عز الدين أولاحي، أولاحي يمكن يرفع الكرة بالفعل، ترفعت الكرة ممتازة من عز الدين أولاحي، شو يعمل عز الدين أولاحي، تمريرة، فرصة، سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد، تدخل يحييكم ألقاكم عند بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء. حكيمي حاول يمرر، تسديدة قوية لحكيم كبار، لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو ممتازة من سفيان بوفال عند نصر المزراوي لأشرف حكيمي، فرصة لفائدة المنتخب المغربي، تدخل عطية الله لاعب فريق الوداد، مستوى الوسط سفيان أمرابط، لاحظوا ثلاثة اللاعبين، هناك خطأ واضح،
خطأ واضح والإنذار بدفاع المنتخب البرازيلي. فرصة 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 أوه عز الدين أوناحي وتدخل حارس ويفرتون لبعد الكرة عز الدين أوناحي. فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء وخطيرة لما قدمه خلال هذه النسخة العالمية. كل الدفاع دائما فرصة تدخل وإبعاد الكرة ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكرة داخل منطقة الجزاء تعبت الكرة الرأسية خطيرة خطيرة لابد من إبعاد الكرة. ممتاز نايف عكرد لأنه كان هناك تواجد لاعبين كيغادر كيخلي المكان ديالو لعبد الحميد الصابري لاعب فريق سان رودريغو سيلفا لاعب فريق هذا اللاعب بلال الخنوس وقت يسترجع كرة أمام يوسف أنصيري خطيرة وهدف هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي هدف بواسطة العميد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي فرحة ديال الجماهير كذلك البرازيلية الحاضرة وفرحة كبيرة للاعبين. الكرة الثابتة نتمنى بأنه الكرة الثابتة يتم استثمارها بسبب العناصر الوطنية لعبت كرة دائرية فرصة تدخل زياش مشات الكرة تابعوا هذه المحاولة فرصة بفائدة المنتخب الوطني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. يحيى عطيطلا تدخل المنتخب الوطني المغربي ليس فقط مع فريق إشبيلية ولكن بكأس العالم الأخيرة كان علامة بارزة في صفوف المنتخب. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء تدخل الوطن المغربي سفيان بوفا رفع الكرة داخل منطقة الجزاء المحاولة أخرى يحيى عطيطلا رفع الكرة فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي هدف ثاني بواسطة لاعب الصابري عبد الحميد الصابري ورقة رابحة من حقك فرح من حقنا جميعا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.